مجاهدي أفغانستان تعطش. يا أيها المجاهدون في أرض المباركة، فإن جباه مجاهدي أفغانستان تعطش سجوداً بين يدي الله على أرض المسجد الأقصى التي بارك الله حولها. يا أيها المجاهدون الأرض المباركة، يا أهلنا في فلسطين الباصلة، يا أيها المجاهدون الأبطال، اعلموا وأن المجاهد الأفغاني إذا وعد وفى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خيبر يا يهود، خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود، بتمام ملت فلسطين نشان میدیم اگر دروازه باز باشه و دروازه را باز بگذارن، عزیزانی که به آزادی قدس و فلسطین آماده اندستان خود را. أقول للشعب الفلسطين، هذه الشعب الأفغاني وهؤلاء الشباب الأفغاني كلهم يجهزون لدفاع ولحرية المسجد الأقصى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل عالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.